السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في القناة. اليوم غنقدم لكم وصفة جديدة، خليكم معنا نشوفوا المكونات ديالها وطريقة التحضير. وصفة اليوم عبارة عن نوغا بريستيج. غنحتاجو لها المكونات التالية: 25 غرام جليكوز، 12 غرام سكر حبيبات، 13 غرام زبدة من أصل حيواني، 31 غرام شوكولاتة بيضاء من النوعية الجيدة، 62 غرام لوز مهرمش. بسم الله على بركة الله، نبداو بطريقة التحضير. العافية مهيلة، غادي ناخدو المكونات ديالنا اللي هما الجلوكوز والسكر والزبدة، نوضعهم في إناء حتى يذوبوا العناصر وطلع معاهم الغلية. هاد المرحلة غادي نضيفو الشوكولاتة البيضاء من النوعية الجيدة، وغادي نطفيو النار وغادي نخليو الشوكولاتة البيضاء تذوب بدرجة حرارة الخليط. دابا ما بقى لنا الا نزيدو اللوز مهرمش ونخلطو العناصر جيدا. في هذه المرحله غادي نبداو بتوزيع الخليط في مول السيليكون اللي غادي يدخل الفران. نستمروا حتى نكملوا الكميه كامله، ومن بعد غادي ندخلوا المول ديالنا للفران يطيب على درجه حراره مهيله حتى النوكه ديالنا كتاخذ اللون الذهبي ديالها، ونتلاقاو باش نكملوا باقي التحضيرات. من بعد ما خرجنا النوكه من الفران كيكون هذا هو الشكل ديالها وهذا هو اللون ديالها. دابا غننتقلوا باش نحضروا الطبقه المرافقه لهاد النوكه. هذه غنحتاجو 200 غرام من عجينة التمر، و 200 غرام فواكه جافة حسب المتوفر عندكم في البيت. هنا درنا الجوز واللوز. من بعد ما كنخلطو جميع العناصر وكنحصلو على عجين متجانس، غنقسموه طريفات صغيرين وغنوضعوهم في المول ديال السيليكون باش ياخد الشكل الدائري ديالو.
من بعد ما كتاخد الحلوة ديالنا الشكل ديالها كنحيدوها من قالب السيليكون. في هذه المرحلة غادي ناخد الشوكولاتة البيضاء مذابة وغادي نوضعها في الطبقة الخارجية ديال السيليكون كما هو موضح في الفيديو. كنستمر حتى كنسالي كمية كاملة من الشوكولاتة البيضاء اللي عندي وكنخلي المول ديال السيليكون في المبرد حتى كتجمد لي الشوكولاتة البيضاء، ومن بعد كنحصل على صديفات غادي نوضعهم في قلب كل حبة نوكا. من بعد ما كنساليو الكميه كامله وباش نعطيو رونق للحلوه ديالنا كنقدموها في لي لونغات كما كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي لوصفة اليوم، هدفنا تكون نالت رضاكم وتجربوها وتشاركونا آراءكم في التعليقات. في انتظار دعمكم للقناة عبر الاشتراك، تفعيل الجرس للتوصل بجديد للقناة، الضغط على زر الإعجاب وتفاعلكم في خانة التعليق. خليت لكم الراحة.